الاولمبيه الاستاذ نور الدين عبد النبي الامين العام للجنه الاولمبيه المغربيه. مرحبا بك استاذ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وعلى يساري من المملكه العربيه السعوديه الكاتب الصحفي في جريده الجزيره الاستاذ سلطان المهوس. مرحبا بك. مرحبا فيك وانا سعيد. اهلا وسهلا اني اكون مشارك في هذا البرنامج وايضا مشارك لزميلي الدكتور نور الدين. وانا الاسعد والجمهور ايضا من دون شك سعيد بهذا المحور الذي اردنا ان نتناول فيه موضوع هام جدا خاصه من خلال ردود المشاهدين الكرام على صفحه الفيسبوك التي يمكنكم المشاركه عبرها ويمكنكم أيضا المشاركة عن طريق الهاتف على الأرقام التي ستظهر بعد حين على الشاشة الصغيرة. أستاذ سلطان دعني أبدأ مباشرة بنور الدين عبد النبي الأمين العام للجنة الأولمبية. الوضع أستاذ نور الدين نعرفه كلنا اهتمام رسمي وشعبي وإعلامي بكرة القدم، لا أقول على حساب رياضات أخرى، ممكن يقولها البعض بأنها على حساب رياضات أخرى نالت ألقاب وميداليات في المحافل العالمية والدولية، ولكن البعض أو الكثير يحملكم أنتم المسؤولية كلجان أولمبية وكوزارات مسؤولين عن قطاع الرياضة، يقولون بأنكم حتى أنتم تلهثون وتجرون وراء كرة القدم لأنها كما قلت لي في حوار جانبي هي التي توصل أصحابها إلى مناصب وزارية، توصل بهم إلى مناصب في الحكومة وحتى إلى رئاسة الجمهورية في بعض الأحيان. ما هو تعليقكم على هذا الكلام؟ أولا بكل صراحة أقول بأن لا يختلف اثنان في كون كرة القدم هي قاطرة الرياضات نظرا لشعبيتها، نظرا لاهتمام الإعلام بها، نظرا لاهتمام السياسيين بها، ونظرا لاهتمام المستشارين والمحتضنين، لأن بدون إعلام بدون جمهور بدون سياسة ما يكونش هناك مستشارين ويكونش هناك إعلام. فالمحور الأساسي في هذه القضية كلها هو الإعلام. وأنا صغير أول مونديال شفناه هو ديال 66 وكل شيء شاب بوبي شارلتون وزوبيو وبولي، واول حاجه شفناها في التلفزيون هي كره القدم. اول حاجه كنشوفوا في في ملي كنقراو الصحافه الرياضيه هي كره القدم 90%. اذا واول رياضه لعبناها ولعبها الجمهور الكريم ولعبها كل واحد هي كره القدم، لان كره القدم كتلعبها في الحاره، كتلعبها في الشاطئ، كتلعبها في ملعب صغير، كتلعبها غير بدون 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 مرمى بدون اي شيء. اذا سهله التناول، وبحال اللي قلت اصحابها كيمكن يوصلوا لاشياء اللي ما يمكنش يوصلها مسير او لاعب ديال الرياضه. بالنسبه لك المشكل في الاعلام، المشكل الان في الاعلام، اظن بان الاعلام لعب دور كبير، لعب 90% من الاهتمام بكره القدم. هناك رياضات اخرى، دول اخرى كتهتم بالكريكت بحال جنوب اسيا، شرق اسيا، مناطق في فرنسا كتهتم بالمتحده كره السله، بعض المناطق في فرنسا تهتم، جنوب فرنسا يهتم بالكره المستطيله اكثر من كره القدم. في البلدان العربيه قليل جدا تشوف بان هناك مناطق او مدينه تهتم برياضه اخرى غير كره القدم. في المغرب مدينه واحده اللي هي الصويره اللي كتهتم بكره السله، ما فيش فريق كره القدم. طيب. لان هناك تاريخ كره السله، ولكن اظن بان الاعلام الرياضي لعب دورا كبيرا وجاب مستشارين وخصش كل اللي غادي، لان الرياضه هي الان رياضه صبحت اقتصاد، صبحت اموال. طيب. تتداول، صبحت مناصب، وشكون اللي غادي يجيب منصب من غير كره القدم؟ طيب استاذ نور الدين، نفهم من كلامك بانك تتهم الاعلام بانه هو المتسبب في هذا الوضع الذي نعيشه، في هذا الاهتمام الجماهيري والرسمي وكذلك الإعلامي. الأستاذ سلطان، الإعلام العربي متهم بأنه هو سبب مثل ما يؤكد الأخ نور الدين عبد النبي، متهم بهذا الاعتناء المفرط فيه بلعبة كرة القدم على رياضات أخرى. هو أول شيء نأخذ الرياضة العربية كمصطلح كبير جداً، وإذا ما قارناها بالرياضة العالمية والرياضة الأوروبية الرياضة في البلدان المتطورة فهناك ظلم كبير جدا. الرياضة العربية هي مكنون ضمن مكنونات الحكومات وليست متفرعة أو تعمل على أجندة وأهداف خاصة فيها أو خاصة في خبرائها. لذلك لا يمكن أن نظلم الرياضة ونظلم الإعلام، وحتى الإعلام ليس بذلك الحرية التي يستطيع أن يمارس فيها المهام المحددة والموكلة. تقر بأنكم لستم أحرار؟ أنا لا أقصد، أنا أقصد إلى أتحدث عن الإعلام أنا بصفة عامة. أنا أتحدث عن الإعلام أنه لا زال الإعلام هو تابع، يعني ما في مؤسسات في بعض الدول العربية قليلة جدا أن تكون مؤسسات خاصة جدا، دائما تتبع هذه المؤسسات إلى الخطة العامة للحكومة إلى الرتم العام الموجود. إذا ما قارنا نحن موضوع الحلقة فيما بين الدول العربية والدول الأخرى هناك ظلم كبير جدا لعدة اعتبارات. أولا مثلا الاعتبارات الحالة الاجتماعية، مثلا نأخذها مثلا، يعني
احنا مثلا في الدول العربيه واغلب الدول العربيه خاصه دول الخليج مثلا لا يمكن ان تجد مثلا رياضي يستطيع ان يحترف من العاشره مثلا او يعتني فيه مدربه من العاشره حتى العشرين سنه ثم يحقق بطوله اولمبيه او يحقق رقم اولمبي. لا يمكن ان تجد. هناك مكنونات اجتماعيه تمنع هذا الشيء، هناك ايضا حالات عمليه جدا في الوطن العربي يريدون النتائج بسرعه، بينما في البلدان الأخرى يشتغلون على خطط لمدة 20 و30 سنة قادمة. هذه مشكلة كبيرة جدا. أي قيادي يأتي إلى 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 منظومة معينة، منظومة أولمبية معينة أو اتحاد معين، يريد بأسرع وقت أن يحقق إنجاز، وهذا شيء خطأ. هناك تبادل التهم إذا 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 فهمت، هو يقول الإعلام وأنت تقول حسب ما فهمت من كلامك تتحدث عن استراتيجية الدولة، استراتيجية الدولة دخل فيها الوزارة واللجنة الأولمبية، معناه يريد أن يقول بأن حتى أنتم داخلين في هذه المنظومة تاع الدولة التي تريد أن تستفيد من كرة القدم وتعرف بأن الفائدة موجودة في كرة القدم، لذلك لا تهتم بذلك. ويقول ضمنيا بأنكم كلجان أولمبية وكوزارات عندكم مسؤولية. طبعا احنا كلجان أولمبية نحن برلمان الرياضات كلها، اللجنة الأولمبية تهتم بالرياضات وهي الممثلة للرياضات في المحافل الدولية، ومن الطبيعي أن كرة القدم نظرا لشعبيتها، نظرا للظروف المحيطة بها، نظرا للإمكانيات اللي عندها، نظرا للمنتوج اللي موجود، لأن هناك منتوج، ما يمكنش نسوق واحد المنتوج واحد الشيء إذا ما كانش هناك منتوج اللي غادي يتبعوه المحتضنين، غادي يتبعوه المستشارين، وهذه بطبيعته كرة القدم كتبقى حالة خاصة نظرا بحال اللي قلت نظرا لشعبيتها. أنت تقر بأنها حالة خاصة وعندها شعبية، إذن لماذا هذا الحرج من كرة القدم؟ ولماذا تحملونها مسؤولية ليست مسؤولة عنها؟ ولماذا تحملون الإعلام هذه المسؤولية؟ لا كنا نود أن تهتم كان يهتم الإعلام بالرياضات الأخرى. الآن في مثال المغرب، أين هي الرياضات الأخرى؟ الرياضات الأخرى، ولكن الرياضات الأخرى لازم أنها توجد منتوج. الآن نعطي مثال المغرب بدخول ماذا صنعت اللجان الأولمبية؟ لحظة، ماذا صنعت اللجان الأولمبية؟ اللجان الأولمبية ماشي اللي غادي تصنف الرياضات من 1 الى 10 الى 24. هي جهة رقابية. اللجنة الأولمبية هي تعتني بالتكوين، تعتني عندها برامج وعندها حلول لبعض المشكلات، بحال اللي قلت اللجنة الأولمبية هي برلمان الرياضات، ولكن كانت كرة القدم بطبيعتها برلمان اذا يشرع، فالمشكل كذلك في التشريع يعني. ولكن لا يمكن ان نشرع اقول اليوم بان كرة السلة هي تستحق او كرة اليد اللي تستحق تكون في المرتبة الأولى، واصحاب القرار في اتحاد اصحاب قرار في الاتحادات والعمل نتاعو متفانيهم في خدمه الرياضه التي يسريونها هي اللي يمكن لا تعطي الاهتمام او لا تعطي اهتمام. يجب ان نعترف انه كره القدم وسائر الالعاب الاخرى مثلها مثل اي، الان انا اتكلم بالان، مثلها مثل اي منتج. هو منتج كره القدم اصبح هو الاعلى سعرا، هو الافضل، هو الافضل ترويجا، هو الافضل حضورا، هو الاقوى تاثيرا في العالم. لماذا؟ لان هناك تلفزيون، هناك لان هناك اتحاد قوي جدا هو الفيفا يمارس عملية التطوير بقوة، وهناك اتحادات لا تمارس اللي هي اللجنة الأولمبية واللجان المنبثقة منها بالاتحادات القارية والاتحادات الأهلية لا تمارس هذا القدر الكبير من ذلك الاهتمام الذي يمارس بكرة القدم، مما أعطى المشجع القدرة على الذهاب إلى مسار كرة القدم وعدم الذهاب إلى مسارات أخرى. هذا هو الفرق، الفرق أن هناك منظومة ناجحة ومنظومة لا زالت تخفق في عدة أمور كبيرة جدا ولا نراها الا تخفق، ولكن هي صاحبه الميداليات. هناك اتحادات تخفق اعلاميا، ما كتبانش في التلفزيون، ما كتبانش، ما كايناش في الصحف المكتوبه المرئيه والمسموعه، ولكنها موجوده في الالعاب الاولمبيه، عندها ميداليات مصارعه في مصر، رمايه في الامارات، العدو الريفي في المغرب. اذا ولكن استقبال كبير جدا وحاجه استقبال كبير، ولكن من طبيعه كره القدم، انا قلت بان طبيعه كره القدم عندها شعبيتها، هو منتج عندها ناجح. شعبيتها وعندها منتج، هو شعبيتها هو منتج عندها ناجح. شعبيتها وعندها منتج، هناك منظومه هناك اعلام، هناك لأن كرة القدم بدون إعلام، كرة القدم بدون تلفزيون ما تسمح. لكن البعض، سامحني أستاذ نور الدين، البعض يتهمكم كلجان أولمبية وكوزارات مسؤولين، أنت قلت بأنكم برلمان، يتهمكم بأنكم لا تعرفون تسويق سلعتكم، لا تعرفون تسويق الرياضات الأخرى للإعلام قبل تسويقها للجماهير، لأنه الإعلام هو الواسطة بينكم وبين الجماهير. اللجنة الأولمبية والوزارة يمكن تعين في التسويق، ولكن التسويق هو من اختصاص الاتحادات. هناك اتحادات تعرف تسويق منتوجها
كرة السلة في المغرب الآن دخلت البيوت، كرة اليد، بعض الرياضات في العالم العربي اللي دخلت البيوت، ولكن هذا كيبقى عمل ديال الاتحاد، وكيبقى عمل ديال الناس اللي في ديك الرياضة، هما اللي يمكن لهم يدخلوا. طيب. عندنا أبطال في ألعاب القوى، ولكن ألعاب القوى من غير المناسبات الدوري الماسي أو دورة محمد السادس في المغرب، من دونها ما كاينش ألعاب القوى غير موجودة، ولكن قارية وجهوية ودولية موجودة. يعني. طيب دعنا ناخذ علي من المملكة العربية السعودية حتى نشرك مشاهدينا الكرام. مرحبا بك الأخ علي. أخي علي نحن في الاستماع. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. مساء الخير يا عزيزي ومساء الخير لضيوفك الكرام. مساء النور. أنا كنت من أشد المعجبين ببرنامجك، قرأت عنه اليوم في الجريدة وتمنيت أني أشارككم عن هذا الموضوع، فعلا موضوع جيد ورائع. وبالنسبة لكرة القدم أخذت النصيب الأكبر من الرياضة في الوطن العربي. وبالنسبة لما ذكر أخي على يسارك هناك فعلا الاتحاد، فعلا هناك اتحاد قوي وهو اتحاد الفيفا، ولكن عندما ننظر لأوروبا لا تجد هناك التفرقة بين الألعاب. ننظر لأغلب الألعاب الفردية والألعاب الأولمبية تجد أنها ربما تكون متشابهة إلى حد ما. نعم. ولكن المشكلة تكمن لدينا في الوطن العربي، فهناك المؤسسات الرياضية تسلط الضوء الأكبر على كرة القدم. على كرة القدم. هل تسمعني جيدا؟ سنستمع إليك جيدا وفهمنا رسالتك جيدا الأخ علي من المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. عبد الله من المملكة العربية السعودية، مرحبا أخ عبد الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير لجميع الضيوف. يبدو لي أن الإعلام له الدور الأول في المشاكل، يعني في كرة القدم وكرة اليد، ويعني الإعلام هو اللي يسير الجماهير. هذا شيء. الشيء الثاني أن يعني ليش ما نقتدي بأوروبا وأمريكا الجنوبية في كرة القدم، في كرة اليد، في جميع الكرات، يعني في جميع الاتحادات، يعني هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث يبدو لي أن العادات والتقاليد عندنا هنا و يعني تدخل فيها. ألو؟ نحن في الاستماع، تفضل. أن العادات والتقاليد هاي تدخل في الأمور والكرة القدم، يعني أنت تابع كرة القدم ما تابع كرة القدم أزيد. شكرا جزيلا، بارك الله فيك على هذه المشاركة. أعود إليك الأستاذ سلطان. طبعا معروف أن الهيئات العمومية، نتكلم على التلفزيونات والإذاعات وحتى الصحف العمومية، ملزمة بالخدمة العمومية، الخدمة العمومية التي تفرض عليها الاهتمام بكل الرياضات ولو بنسب متفاوتة. ولكن في الإعلام الخاص عنده التزام، عنده ملزم بالخدمة العمومية ولكن لا يؤديها، لا يهتم إلا في كرة القدم لأنها مربحة أيضا بالنسبة إليه. الكرة مربحة تؤدي إلى مناصب في الدولة، ولكن بالنسبة للإعلاميين الحديث عن الكرة مربح لأنه يخلي الجرائد تباع. شوف الإعلام الخاص، دعنا نتكلم عن الإعلام الخاص كما هو الحل لقناة الجزيرة الآن، ليس هو جمعية خيرية، هي مؤسسة كبيرة جدا، مؤسسة عالمية متميزة كبيرة جدا، كان عندها واجب، عندها واجب. نعم، لكن أنا أفترض أنه إعلام خاص هدفه الأول هو تغطية رأس المال أو تغطية المصاريف اللي دفعها والحقوق والأموال الطائلة التي دفعها لهذه المسابقات وتغطيتها، هذا أولا. هناك واجب مهني، نعم هناك واجب مهني، لكن هل الواجب المهني هذا هو أساس أم لا؟ قل لي هل الواجب هذا واجبنا أكثر من اللجان الأولمبية والوزارات؟ يعني ما لا يمكن أن تكونوا مسؤولين أكثر من المسؤولين المعنيين بالأمر. هذا هو الواضح، لكن الواضح أنه هناك فشل كبير جدا في تسويق منتج الاتحادات الأولمبية، في تسويقه إلى المجتمع.